بودكاست جحا سيعود إليكم بأجمل القصص الجديدة خلال شهر رمضان المبارك. إلى حينه ننشر لكم حلقات من الأرشيف قد تكون فاتتكم. أتمنى لكم حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك أينما تستمعون لنا كي يصلكم كل جديد. أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة عن مجازفة كانت على ما يبدو مستحيلة، عاشها جحا مع ملك بغيض خاطر خلالها بحياته، والأهم من ذلك حياتي أنا. في يوم من الأيام جلس ملك من الملوك مع وزرائه وحاشيته في مجلس القصر، فكان الملك يشعر بملل شديد ذلك اليوم، فقامت الحاشية بتبادل سرد القصص لتسليته، ولكنهم لم ينجحوا بذلك، فكانت القصص كلها مملة له، وتثاءب وازداد مللاً، حتى وقف أحد وزرائه وسرد له قصة من قصص جحا. في أحد الأيام تاه حمار جحا. أريد فقط التوضيح أنني لم أته، فقد ذهبت في نزهة مع أصدقائي والتحيت قليلا. على أي حال، أكمل كلامه هذا الوزير، وجاء أحد أصدقاء جحا يخبره بأن الحمار قد ضاع، متوقع أن الخبر سيحزنه، ولكن لم يحزن جحا. أتدرون ما حدث؟ ماذا حدث؟ فرح جحا فرحا شديدا وشكر الله وحمده، فاستغرب منه صديقه وقال له: أيها الأحمق، لماذا تفرح؟ قلت لك ضاع حمارك. فرد جحا: إني أشكر الله وأحمده لأني لم أكن راكبا عليه، وإلا ضعت معه. أضحكتني من قلبي. يا له من رجل حكيم، لقد تحسن مزاجي بالفعل أيها الوزير. قل لي، من هو هذا جحا؟ أتعرفه؟ لا يا سيدي، لا أعرفه، ولكن قصصه ذات شعبية عند العديد من سكان مملكتنا. حسنا، أريد مقابلة هذا الرجل الذي يدعى جحا. اذهب أيها الوزير وأحضره لي، دعونا نرى إن كان لديه المزيد من الحكمة والذكاء. فانحنى الوزير أمام الملك احتراما، وذهب في طريقه إلى القرية ليبحث عن جحا. أسرع الوزير إلى القرية ليبحث عن جحا، لأنه لم يرد أن يسوء مزاج الملك مرة أخرى، فبحث عن جحا في الأسواق وبين المنازل، ووجده بعد أن دله أحدهم على منزل جحا. كان جحا يجلس في منزله يرتاح من يوم عمل طويل، عندما سمع طرق الباب. لحظة، ها نأت. وقف الوزير ينتظر أن يفتح جحا الباب، ومعه خطاب من الملك. من أنت؟ أنا وزير الملك. وزير الملك؟ تفضل تفضل. شكرا، هل أنت الذي يدعى جحا؟ نعم، أنا جحا. تفضل هذه الدعوة من الملك. دعوة من البلاط الملكي؟ ولكن قبل أن يتمكن جحا من الاستفسار أكثر، كان قد دار الوزير وذهب في طريقه، ففتح جحا الخطاب
ولم يصدق عينيه. بالفعل كانت دعوة من الملك، وفيها طلب لحضور جحا صباح اليوم القادم إلى قصر الملك. كم أنا سعيد بهذه الدعوة. غدا صباحا سأحضر للقاء الملك. لابد أنه يريد رأيي ببعض الأمور في المملكة. آخ يا لسذاجته، لو عرف جحا المسكين الحقيقة لما فرح بهذا القدر. وفي صباح اليوم الثاني تناولنا فطورا شهيا، وارتدى جحا أفضل ملابسه وقال لي: هيا بنا يا شلهوب. ومشينا، أو في الحقيقة أنا مشيت من فوق الجبال وعبر الوديان، وكان جحا سعيدا وغنى وأنا غنيت معه طوال الطريق. إلى أن وصلنا إلى القصر، وكم كان جميلا وفاخرا، لم أرى شيئا مثله. فترجل جحا ودخلنا مجلس الملك، وكان المجلس الملكي واسعا وذا فخامة. فانحنى جحا أمام الملك ثم رفع رأسه ووقف فخورا أمام الجميع من الوزراء والحاشية والخدم. فقال له الملك: أها أنت جحا إذن، لقد سمعت الكثير عنك وعن حكمتك، ولدي سؤال لك. قل لي يا جحا، أيهما أهم، الملك أم الفلاح؟ فكر جحا بسؤال الملك وانحبست أنفاس الحاشية. أرى الفلاح أهم. لم يتوقع الملك هذا الجواب ولم يعجبه، وبدأ وجهه يحمر من الغضب، وقال لجحا: ماذا تقول؟ كيف تجرؤ؟ ابتسم جحا لنفسه فقد كان سريع البديهة. لأنه لو لم يزرع الفلاح القمح لمات الملك جوعا. عم سكوت الحاضرين، ونظر الحكام والوزراء إلى الملك خوفا من غضبه، وأنا ظننت أن نهايتنا قد حانت، هذا سيكون آخر يوم في حياتنا. وفجأة كم أنت محق يا جحا. أقول يا جحا، لقد سمعت الكثير عنك وعن ذكائك، فالناس تقول إنه لا مثيل له. يا مولاي، ما هذا إلا بدليل على ذكاء الناس. أحسنت يا جحا، أنت بالفعل مميز، ولكن أريد أن أرى مواهبك بنفسي. ما رأيك باختبار بسيط؟ تأهب الوزراء والحكام عند سماعهم هذا الطلب، ولكن جحا شعر بالفضول لأن المجنون كان يحب التحديات، فابتسم وقال: كما تريد يا سيدي. حسنا يا جحا، هل أنت ذكي كفاية لتعلم حمارك القراءة؟ استغرب الجميع من هذا الطلب، كيف يعلمني أنا شلهوب القراءة؟ ولكن هدوء جحا لم يتزحزح، تظاهر بالتفكير قليلا ثم ابتسم مرة أخرى وقال بهدوء: بالطبع أستطيع، هذا من السهل فعله وهو أمر بسيط. بالطبع أستطيع تعليم الحمار القراءة، ولكن سنحتاج إلى 8 سنوات فقط، وأعدك بأن يكون حماري هذا مستعداً للقراءة. هتف الملك مستغرباً، ودهش كل من في المجلس وبمن فيهم أنا. كيف سأتعلم أنا القراءة في 8 سنوات؟ نعم، ماذا تقول؟ 8 سنوات؟
نظرت إلى جحا بدهشة. كما تعلمون الحمار بطيء التعلم، ولكن أستطيع تعليمه في 8 سنوات القراءة. كل ما أطلبه هو بعض النقود لكي لا أنشغل بالعمل وأتفرغ لتعليمه. ارتبك الملك واحتار، فلم يتوقع هذا الجواب من جحا، ولم يكن بإمكانه الهروب من التحدي وهو صاحب الفكرة. حسناً، سأعطيك النقود، ولكن يا جحا ستعيد الحمار بعد 8 سنوات وهو يقرأ، وإن فشلت في ذلك سألقي بك في السجن لتتعذب في الزنزانة يومياً. استمع جحا للملك بتأن وهز رأسه موافقاً على هذا الشرط، بينما نظر الوزراء إلى بعضهم باستغراب. وأنا صديقكم قد قلقت، لأن مصير جحا الأحمق قد صار يعتمد على تعليم القراءة. وأخذ جحا كيس النقود الكبير ومشينا من فوق الجبال وعبر الوديان إلى القرية، وكان جحا سعيدا وغنى، وأنا لم أغني معه، فكنت قلقا أفكر كيف سأقرأ. وفجأة رأينا صديق جحا بدور يجلس في ظل شجرة، فنادى جحا وقال: صباح الخير يا جحا، ها أنت تعود من قصر الملك. أهلا يا بدور، صباح الخير، يا له من يوم جميل بالفعل. أرى أنك في مزاج جيد، ماذا حصل يا صديقي؟ ماذا أراد الملك منك؟ أراد مني شيئا بسيطا وسهلا، ولكن قد تعتبره طلبا غليظا. طلب مني الملك أن أعلم حماري القراءة، وإن لم أستطع سيقوم بحبسي في زنزانة. وقال صديقه بقلق شديد: ماذا تقول؟ هذا مستحيل. أخيرا شخص يتحدث بمنطق. نعم إنه لشيء مستحيل، ولكن قال الأحمق الحكيم: ليس مستحيلا، هذا ما طلبه مني الملك. وماذا قلت له؟ قلت له كل ما أريده هو 8 سنوات وبعض الأموال. هل جننت يا جحا؟ هذا الحمار لا يعرف حتى كيف يبقى في مكانه، وأنت تريد أن تعلمه القراءة؟ كلامه مؤلم وليس خطأ. أخشى أنك ستموت في السجن تعذيبا، ألست خائفا من أن تفشل في مهمتك يا جحا؟ ولكن جحا الماكر ضحك بشدة، فاستغرب صديقه منه، وقال جحا: يا صديقي، بعد 10 سنوات الملك سيكون في آخر أنفاسه، أو سيكون قد مات، وإذا استمرت سلطته فسيكون حماري قد مات. قصدي قد تقاعد، وإن لم يتقاعد حماري أو الملك بعد 7 أعوام سيكون لي سنة لأفكر كيف أفلت من العقوبة. فأكملنا حياتنا بشكل طبيعي، وبالفعل لم يأتي أحد قط ليسأل عن تقدم التحدي. فتفكير جحا السريع وقدرته على تحليل المواقف بطريقة غير اعتيادية أنقذنا، ومكنه من التفوق على الملك الذي استخف به. والحمد لله على ذلك، لأنني حقا لم أرد أن أتعلم القراءة.